بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الخميس 9/2/2023 الساعة 11:30 صباحا، درجة الحرارة 23.5، المسافة في حدود 6.6 كيلو، في رياح شمالية متوسطة. واليوم قلنا ناخذ اتجاه مغاير اللي هو الشمال الشرقي، لكن زادت معانا المسافة، بدال 5 كيلو طلعنا إلى 6.6 كيلو، وكان الجو جميل وصحو، فقلنا نشوف حمامنا على الاتجاهات المختلفة، وبعدها إن شاء الله نشوف الاتجاهات المختلفة. طبعا كل ما زادت المسافة كل ما كان أحسن. الحمام الآن صار عنده خبرة في 5 كيلو، والزيادة 1.5 كيلو ما راح تفرق كثير مع الحمام. هي مثل ما قلنا هي الحد 20 كيلو، ما راح يكون يعني الزيادة الكبيرة. الحمام يملك الصحة والقوة والخبرة الآن أنه يرجع في حدود مدينة، في حدود منطقتنا، لكن في الاتجاه للمدينة راح يكون المسافة أطول، والمباني والهذا فراح تفرق معاه. بس احنا قلنا مدام في 5 كيلو ناخذ الاتجاهات كلها، وبعد 5 كيلو ان شاء الله نتجه في مسافات يعني حدود 50 كيلو. ما عندنا مشكلة في الاتجاهات، عندنا في المدينة في حدود 22 كيلو، الشرق في حدود 22 كيلو، الجنوب في حدود 50-60 كيلو، وعندنا الغرب مفتوح إلى يعني منطقتنا الساحل لوفت 160 كيلو. فإن شاء الله تكون اليوم تمرين جيد وخبرة إضافة للحمام الصغار. عندنا 3 صغار، 3 متوسطين، وعندنا الباقي حمام الخبرة. ومثل ما تكلمنا ونكررها في كل مرة أنه هو في الإطلاق الجماعي تنقل خبرات بين الكبار والصغار. إذا عندك صغار لا تستعجل وركز على اتجاه واحد، وعيد التمرين 3 مرات لكل إطلاق. يعني إذا أطلقت من أول كيلو، يعني وإذا كان صغار بدون كبار عندك بدون خبرة من حمام اللوفت، لا خذ مسافات أبسط، خذ 50 متر من كل الاتجاهات، خذ ال 200 متر من كل الاتجاهات، وخذ 0.5 كيلو من كل الاتجاهات، وخذ 1 كيلو من 3 مرات من نفس النقطة، اطلقهم 3 مرات ويكون في الاتجاه اللي انت راح تستمر عليه. 2 كيلو ايضا خذها 3 مرات وانت ماشي، يعني لحد ما توصل 5 كيلو عيدها 3 مرات، وبعدها تقدر تنطلق، يعني يكون الحمام خذ الخبرة الكافية. سن الحمام، انا عادة سن الشهر 1.5 شهر ابدأ اخذهم اثبتهم في اللوفت الكبير، وابدأ بسن 2 إلى 2.5 شهر اطلقهم في الاطلاقات من خارج اللوفت. طبعا هو سن 2 شهر انا ابدأ افتح لهم الشباك، شباك اللوفت، واسمح لهم بالخروج منه، والتخريج حسب التخريج. نبدأ بالتثبيت في سن 1 شهر 1.5 شهر في اللوفت، نبدأ في التخريج من اللوفت في سن 2، نبدأ في الإطلاق من خارج اللوفت مسافات بال2.5 شهر. الحمام في 3 شهور يكون مكتمل الخبرة، ويكون وصل معاك للمسافات اللي هي أقل من 50 كيلو. ما أحب تخاطر في سن الصغير هذا بالحمام من مسافات بعيدة، تركيزك يكون على رجوع الحمام، تركيزك يكون على اتجاهات مختلفة، لأن الحمام إذا جاك من مسافة بعيدة للمنطقة اللي أنت فيها يعني ممكن يكون عنده خطأ في الاتجاه، يعني مسافة 1 كيلو 5 كيلو، فأنت تكون متداري وكل ما أخذ 5 كيلو هذه من جميع الاتجاهات، فالحمام يعرف منها الطريقة للرجوع لللوفت. طبعا أنا عندي الحمام الخبرة، فعشان كذي أتناقل الخبرة هاي بين الصغار والكبار، وعندنا هني المتوسطين. طبعا في أبديت بسيط، احنا ثبتنا
عندنا فروخ اثنين من سلالة الجانسون الريد شكر، وحاطينهم في قفص صغير في اللوفت الكبير عشان نبعدهم شوي عن الحمام الكبار. راح اخليهم في القفص الصغير لحدود الاسبوع اسبوعين، لحد ما احس انهم ممكن يطلعون ويعيشون في اللوفت في اسفل اللوفت طبعا، لانهم ما عندهم القدره الطيران وحجز مكان في اعلى اللوفت. لكن بعدها يعني في حدود الشهر ونص شهرين راح يبدا يكون في اللوفت، راح نبدا نخرجه بعدين في سن الشهرين شهرين ونص راح نبدا ان شاء الله في وضعه مع المجموعه هذه المتوسطه والصغيره. الان راح تكون في المتوسطه خبره كافيه وتكون الصغيره متوسطه الخبره، فناخذ الصغار نحطه معاهم ونتناقل هذه الخبرات. طالما انت لما يكون عندك حمام خبره تعبت عليه في البدايه، هو الحمام هذا اللي راح ياخذ المهم الان بتناقل الخبره هاي مع او تعليم الصغار قيادتهم الى اللوفت من الاماكن. انا افضل انك انت تاخذ الاتجاهات كامله في منطقتك. انا منطقتي في حدود الخمسه الشمال الغربي 2 كيلو من الغرب. انا ما عندي اي مسافه من الجنوب، جنوب يمكن حدود النص كيلو. الغرب طبعا الشمال الغربي عندي 6 كيلو، الغرب عند سوري اسف الشمال الشرقي عندي 6 كيلو ونص اللي هو النقطه هذه، والجانب الغربي عندي في حدود بين 6 و8، مو متاكد بالضبط لكن هي ارمي من هناك. فهي هذه انا الاتجاهات هاي مهمه جدا بالنسبه لي، بحيث الحمام لما ارميه من مسافات بعيده انه هو لما يوصل المنطقه في اي مكان في المنطقه راح يعرف الاتجاه الصحيح لللوفت. طبعا في الكبار المربيين اللي يطيرون حمامهم بالجي بي اس يعرف ان اتجاه الحمام ما يكون خط مستقيم لللوفت، يعني لما اطلق الان من هنا ما راح يروح خط مستقيم لللوفت، يعني هو راح يلف، راح يمكن ياخذ هوايه حمامي انا هي الشارع السريع، ياخذ الشارع السريع وما يوصله اقرب نقطه من اللوفت وبعدين يبدا بالكروس او يبدا بالاتجاه الى اللوفت. فهي لما لو في مقاطع على اليوتيوب لو تشوفون اللي هي الشرايح الجي بي اس او تضع في رجل الحمام لما يطير وتشوفونها على الخرائط، ممكن يبدا بالدوران، ممكن يبدا بالطيران بشكل متعرج. فالحمام ما راح دايركت، يعني هي 6.6 كيلو نقول كيلومتر هوائي، ولكن هي ممكن تكون اطول من هذه لان الحمام ما راح يكون في خط مستقيم. يعني اظن ان احنا اعطينا الحمام الوقت الكافي انه هو يعرف الاتجاهات لهذا، ونبدا بسم الله الرحمن الرحيم. طيران منخفض حول البيوت طبعا، ما الهواء اليوم بزاوية 90 درجة مع الخط الهوائي لللوفت. لاحظ ان هو يريد يلف على اليسار لكن الهواء ما ساعده فرجع الالتفاف لليمين. راح الحمام دائما يكون ياخذ دورانه على نقطة الانطلاق، فنقطة الانطلاق هي ما يحدد للحمام الدوران أو مركز الدوران. طبعا هو راح في الاتجاه القاطع لكن هي أقرب مثل ما قلنا الهواية عنده، هوايته هي أي خط سريع بجانبه هو يروح له. طبعا أظن أنه في الاتجاه الخاطئ لكن إن شاء الله راح يظهر معنا. ثم قلنا جو جميل اليوم، وهذه أبعد نقطة عندي أنا في منطقتي ما زال متواجد الخط السريع هوايته المفضلة. مثل ما قلنا كل الحمام له طريقته في الطيران. أظن هي تعتمد على القائد، القائد هو عادة لك في المقدمة، لكن للأسف في أوقات هو يبدأ في الدوران، يعني هو يبدأ يشوف الاتجاه
يبدأ يشوف اتجاه التشكيل وين، ويبدأ الالتفاف معهم. مباني جميلة في أعتقد هذا المساء، ملاحظين هي الحمام لما يكون في مباني عالية يبدأ بالارتفاع فوقها. الآن يبدأ بمتابعة الخط السريع. الخط السريع راح يكون امشي معاه باتجاه اللوفت، ما زال في الدوران. الحمام على المسافات البسيطة أفضل من أنه يخدع المسافات البعيدة، فهذا يعطيه الوقت الكافي. ودائما الإطلاقات تكون صباحية لهذا السبب. السبب أن لو أخطأ الحمام عند الوقت الكافي للرجوع، يعني عند اليوم كامل في الإطلاقات من المسافات البعيدة، الحمام ما عند الوقت الكافي، يعني ممكن يبيت برا لحد ما يهدى ويروح عند التشويش، أو أنه هو إذا كان في تشكيل خاطئ مثلا أنه يفترق التشكيل هذا، فهو هني تحكمه الغريزة بالعودة لللوفت. فهني يحكم الشيء هذا. اختفى من بين المباني. العذر طبعا لل الطيران الرياح بحيث انه هو يوصل حيتعامل مع الوصول لللوفت. الحمام اختفى عنا، ظاهر ان اليوم تاثر بالرياح، ولكن هاي تحديات لازم يمر فيها الحمام للعوده للبيته. استمتعت اليوم بالتمرين، اتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معي. ان شاء الله لنا لقاءات قادمه، مستمرين ان شاء الله في الاطلاقات اليوميه لحد ما تكتمل خبرات الحمام، ونبدأ بالإطلاق الصغار فقط مع متوسطي الخبرة، ونحكم بعدين إن شاء الله. إلى لقاء قريب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.